مساء الجمال على كل محب الجمال من قناة الصحة والجمال. النهاردة حلقة جديدة، حلقة بتتكلم كلها عن الجمال. معانا طبعا في البداية لازم ارحب بحبيبة قلبي تيتا نوسة. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك لك. الاخبار؟ ربنا يصلح حالك. ومعانا خبيرة التجميل شيماء ابراهيم. ازيك يا شيماء؟ وطبعا الاعلامية الجميلة مروة. ازيك يا مروة؟ ازيك يا ميدو؟ مساء الخير عليكم كلكم. الاخبار عاملين ايه؟ ازيك يا شيماء؟ منورة. تيتا نوسة عاملة ايه؟ طول ما انتوا كويسين انا كويسه. منورانا على طول كل حال. ربنا يبارك لنا. الاول كده هنبتدي بيكي، تقدمي هتعملي ايه؟ هنعمل تشيكن سويس تشيكن صور. واكل اسيوي. الاكل ده بتاع بطه بنتي الصغيره. هي اللي معلمه لها. هي اللي معلمه لي بصراحه. يعني بنتك الصغيره هي اللي معلماكي الاكله دي؟ اصلا ما كنتش بحبها. مش كل الناس بتحب الاكل اللي متجدد. لا ما كنتش باكلها نهائي، ما بحبهاش، بتخانق معاهم لما بيجيبوها، وبعدين لما بيروحوا اي مول لازم ياكلوها. بالظبط. هي سهله جدا على فكره، ممكن الناس تعملها بعد عادي. ما هي عملتها انا باكلها. هي اللي عملتها. طب قلنا كده المقادير ايه؟ طيب هي المقادير عندي فلفل الوان وخضار اللي هي اللي بنودلز. فلفل الوان وكوسه، الخضار المتاح عندك. تمام. وعندك في التوابل اللي هي بتاعت التوابل الهنديه بتاعت النودلز. وبروكلي بقى. انت فنانه. الخضار والنودلز وشرايح فراخ. طب نبتدي بقى كده احنا نتكلم واحده واحده. شوف بقى شيماء. ايه شيماء؟ ايه الاخبار؟ قولي لنا الاول بدات من قد ايه؟ انا بقى لي 15 سنه في الميك. 15 سنه في مجال الميك اب. شوف بقى عملت ايه. بدات ازاي بقى؟ يعني بدات الميك اب يعني البدايه خالص. البدايه خالص، من البدايه خالص لحد ما وصلت انك تقدري تعملي ميك اب بالجمال ده. هو البداية خالص يعني البيوتي سنتر بتاعنا. أنا اتعلمت فيه مع جوزي الأستاذ مستر محمد زغلول في البداية من هناك، وبعد كده بقى بالحب بقى أنا حبيت المهنة. وعشان كده أظن المهنة ما لهاش علاقة خالص بالدراسة، يعني دراستك حاجة وإنك تشتغلي ميك اب أرتست حاجة تانية خالص. طبعا. خدتي كورسات أو حاجة؟ لا لا لا، بس كده بالممارسة صح؟ هواية. هواية. أنت بتعرفي ترسمي؟ طبعا. صح كده. فلازم عشان تعرف ترسمي تقدري انك تعملي ميك اب بشكل جميل. طيب عملتي ايه بقى في الميك اب دي من البدايه خالص؟ بدات لها ايه؟ رطبت الوش طبعا. وبعد كده حطيت برايمر. وبعد كده الكاميرا جايبه وشها. عشان وبعد كده فونديشن وطبعا كونسيلر، وعملت لها كونتور. ده ميك اب سواري ولا انت دلوقتي بتجهزي الميك اب ايه؟ لا ده سواري. مش الصبح يعني؟ لا لا لا، ده ولا جامعه ولا كل حاجه، اللي هو الفول ميك اب. لا لا لا. عشان ده فيه هايلايتر وجليتر. هفنشه دلوقتي. اول حاجه رطبتي، بعد كده حطيتي فاونديشن. ايوه. وبعد كده الاينر. وبعد كده الاساس. وبعد كده باودر. طب انت بتفضلي لوس باودر ولا باودر العاديه؟ على حسب والله، يعني على حسب البشره اللي معايا. في بشره في بشره باودر تقريبا بيخلي الميك اب ثابت اكتر او كده. بيخليه ثابت اكتر. هو البودر اللي هو العادي يعني ده يعني الكفر بتاعه اعلى شويه. الكفر بتاع الباودر العادي اعلى من اللوس باودر. طبعا. اوكي. طيب وبعدين بعد ما حطيت الهايلايتر عملت ايه؟ لا لسه هحط الهايلايتر. لسه هتحط الهايلايتر؟ ده انا هفنش. اللي بيدي اضاءه كده للوش صح؟ ايوه. والروج. انا بخليها تقريبا بيتحط على العظم بس الهايلايتر صح؟ ايوه. الهايلايتر ده اللي هو بيحدد ملامح الوش. ايوه كونتور. اي عظمه في الوش يتحط عليها بيعمل نحتي. احنا بننحت بالكونتور. حلو. طب هنعمل ايه بقى تاني؟ هنقوم بقى نفنش الميك اب بتاعها. اتفضلي. احنا كده واقفين على الفاونديشن. لا احنا كده خلصنا العين بس لسه هنا الجليتر. اوكي. عشان يبقى سواري اكتر. طب يعني انا هحط دلوقتي الجليتر والمسكرة روج جو هايلايتر روج. تمام. طيب والحواجب بقى بتعملي فيها ايه؟ الحواجب طبعا برسمها. يعني في البدايه انا برسم، بعد كده بحدد. بتحددي بترسمي ازاي؟ على الرسمه الموجوده ولا ممكن تغيري في شكل؟ لا في الحواجب بيبقى ساعات فيها عيوب. تمام. لازم اداري العيوب. لازم اداري العيوب. لو في شعر ناقص مش مظبطه قوي رفيعه بتصلحيها بالميك اب عادي يعني. تمام. طب انت ما كنتيش بتتفرجي على ميك اب ارتست على اليوتيوب تتعلمي منهم تكتسبي منهم خبره؟ طبعا طبعا. مفيده جدا فعلا. لكن ما خدتيش كورسات يعني؟ اتعلمتي على السوشيال؟ طبعا. ونفعك بقى السوشيال ميديا في مين من الميك اب ارتست الكبار اللي انت بتحبيهم او بتتعلمي منهم؟ يعني علاء التونسي. طبعا. انا بحب شغل جدا يعني. اشتغلتي في افلام او حاجه قبل كده؟ لا لا لا. تفكري ولا انا؟ يعني
ربنا يخليك. قولي لي، في وش ممكن ترتاحي وانت بتشتغلي معاه او حاجه، او وش تاني مثلا تحسي ان انت مش عارفه تجيبي له اللي انت عايزاه؟ في نوع بشره معين بيريحك في في الميك اب اكتر؟ لا لا، هو الوش طبعا اللي فيه حبوب وفيه عيوب ده بياخد معايا مجهود ووقت عشان اقعد اداري طبعا العيوب. صح. وفي وش صافي معايا ده بيبقى مريح معايا اكتر. ثانية مرة. والعين طبعا يعني العين الضيقة بتاخد شغل اقل من العين الواسعة، العين الواسعة بتاخد الوانات كتير. شم يا مروة الريحة اللي بالميك اب ممكن توسعي العين او تضيقيها؟ شم ايه يا تيتا؟ الاخبار؟ ايه ده بقى؟ حبيبتي طلبت مني برجر فقلت اعملها لها. ده انت كيف بتعملي البرجر؟ ده برجر ولا اعمل احنا بنحب نيجي نحقق احلامنا هنا. كل وانا تحت امركم. بنعمل الاكل انا بجوع نفسي والله يوم الثلاث ده، وبعمل البرجر عشان حبايبي. انا ما اقدرش اتاخر حبيبتي. عايزين تبقى معانا كده واحده بواحده، يعني تقولي انت بتعملي ايه دلوقتي، هتعملي عشان احط كده صدور الفراخ وبشوحها بس لغايه لما تخلص الميه بتاعتها وتستوي تبقى حلوه. ابتدي بقى احط البصل وبعدين الخضار والفلفل في صويا صوص والتوابل كده بس، والنودلز. احنا مش بنحطها في الدقيق الاول يا فانوسه؟ بس عشان انا وقت البرنامج فانا حطيتها الاول هيقلي. بقطعها دي بتاعت الاكل الاسيوي مش بتاعت طب ممكن نبعد بس الازازتين بتوع الزيت دول عشان الكاميرا مش جايباهم. ايوه بص، احنا دول بتاع الاكل الاسيوي سويت اند ساور دي. انما قلتها صح اول مره. انا ببقى لا انا مشكله في الاسامي. لا في الاسامي اللي كنت عاملاها المره اللي فاتت كان اسمها ايه؟ سويس رول شاتو جاتو. لا اللي قبلها اللي كانت اللي قبلها بتاعت الاكل الاسيوي المكونات تبقى شرايح. أوكي. الخضار شرايح بتاعت النودلز تبقى شرايح عشان صح تبقى انا باكلها كده فعلا. والصويا هيتحط على النودلز صح؟ ايه الصويا ده على النودلز؟ النودلز على الاثنين. انت كده ارجع لشيماء. لسلك الروج تقريبا. اخر حاجه. طب شيماء قول لنا الموضه الجايه ايه في الالوان؟ الغوامي. هي الغوامي ما بتبطلش يعني عامه، النودز عشان الشتاء. طب والايلاينر، في مثلا ايلاينر الوان ولا هنبدا نحط الاسود؟ مفيش مثلا لا لا أخضر. الاسود وتحت العين الازرق يعني زي كحل كده الازرق. بس استحبت العين اللي فوق دي السودا طبعا كان نازل منهم الوان. في عروسه مثلا تيجي تقول لك انا سايبه لك نفسي طلعيني انت زي القمر، وفي طبعًا. واحده تقول لك لا معلش اعملي ده او ما تعمليش. في حد يجي جايب لي حاجه كده في التليفون معايا يقول لي انا عايز الشغل دوت، يوريكي صوره. انا عايز الشغل ده. بيجيب لك مثلا صوره معينه يقول لك انا عايز زي دي. شغل ترابي مثلا، شغل فريحي شويه. الذوق بقى من هنا انا بعرف الذوق بتاعها. ايه بقى الفرق بين الفريحي والترابي عشان بس؟ لا الفريحي الوانات وكلها الوانات بقى بينكات وروج بقى ملون. ايوه الترابي ده النود. ترابي على بنيات على كشميرات اللي هي الموضه بقى المفروض الفتره الجايه اللي هي شبيهه شويه. طب ايه اغرب موقف حصل لك من عروسه؟ من عروسه هو عريس جه ياخد العروسه بتاعته فلقاها لابسه فستان عرين. ايوه فمش عايز ياخدها. عايز ياخدها من عندك. قال لي خليها لك انت بقى. احنا بقى اتصرفنا طبعا، جبنا لها حاجه كده زي ريش كده وحطيته كده من قدام عشان يرضى ياخدها. اه والله. انا قفلت معاه مش هياخد العروسه؟ ايوه والله. وكان الزفاف كمان مش خطوبه. طب عايزه اعرف منك حاجه، لو انا عايزه مثلا احط حاجه على وشي ما تضروش زي الفاونديشن، الفاونديشن كل يوم كل يوم اكيد بشره بتتعب قوي، ممكن احط بيبي كريم مثلا؟ او طبعا قولي لي، ولا مثلا سان بلوك تحتيه لو انزل الصبح؟ لا لا ممكن احمي بشرتي ازاي بصفه عامه؟ فاونديشن في سان بلوك يعني في عامل حمايه. فاونديشن يبقى فيه هو العامل. في عامل حمايه في يعني في انواع فيها عامل حمايه دي كويسه. واللي هو اليومي ما يحتاجش الكفر بتاعه يبقى عالي شويه عشان البشره بتتنفس. بس انا بصراحه بحييك على اختيارك للبلطو الجميل ده النهارده انك تحضري بيه الحلقه. ميرسي. لا يعني كمان ذوقك والله خبير التجميل وكمان بتفهم في الموضه. الله يخليك. ما شاء الله يا قمر. والموديل كمان الميك اب عاجبني جدا جدا. بتحددي ولا هل انا بس عايز اسال سؤال هل لو احنا شلنا الميك اب ده كله أيوة؟ على وش الموديل مش هتعرفها يعني ايه؟ لا العيوب طبعا على فكره سؤال عادي والله. العيوب هتبان طبعا كلها.
يعني كل الحاجات اللي احنا مدريينها دي عبين اللينسز رموش كده يعني. الميك اب بيغير في الملامح يعني او بيغير الشكل؟ طبعا حد شكله يتغير خالص طبعا. فهي دي شطاره الميك اب ارتست ان هي فعلا تخلي اللوك مختلف خالص. اكيد ما شاء الله. طب قولي لي اللينسز بقى بتختاريها ازاي؟ على حسب لون البشره يعني البشره السمراء. اصل اللينسز دي هتحلي قوي يا ايوه البشرات الفاتحه كلها بيليق عليها اي حاجه لكن السمراء والخمري بتحب العسل والجرين. اوكي عشان الناس تعرف السمراء تحط جرين و السمراء تحط ايه؟ الجري والعسل. جري طيب. وعسل انت ممكن تقعدي ترتاحي يعني خلاص انت خلصتي؟ عايزين بس نتفرج على شويه صور كده ليكي من عرايس كنت مطلعاهم من تحت ايدك. بس زي القمر زي القمر مش عايزه حاجه كمان. بس دي باروكه ولا لا؟ ده شعرها ده شغل مستر محمد زغلول مش اكستنشن؟ لا لا حلو قوي معمول في في البيوتي سنتر طبعا. معانا شويه صور عايزين نعرضها لك. ماشي اتفضل. بصي بصي اول صوره علقنا على الصوره دي كده. الصوره دي خدت معايا شغل كتير لان ده كانت عروسه ولا كان لا دي كانت خطوبه. خطوبه عاديه. كان في ده بعد الفينش. كان في عيوب في الوش كتير فداريتها طبعا كتير. طبعا عين هنا صغيره مش محتاجه شغل كتير زي ما بقول لك. العين الصغيره ما بتحتاجش الوانات كتير. الالوانات الهاديه دي بتنفع معاها. ودي برده كانت خطوبه. دي كانت خطوبه برده؟ انت اغلبيه الشغل الفتره ديت في الشتاء بيبقى خطوبه تقريبا. لا لا في زفاف برده. طب انت الموسم بتاع الزفاف بيبقى صيف ولا شتاء؟ الصيف طبعا. بيبقى اغلبيته الصيف عشان ده الاجازه ويعني بيبقى الجو احسن برد يعني دلوقتي. طب لو حد عنده مثلا هالات سودا جامده تحت عينه وجايه تحط عروسه تقولي لها ايه؟ بتعملي ايه؟ بتداري المنطقه دي ازاي؟ بداريها في الشغل يعني ولا لا؟ بتشتغل لا انت وانت بتشتغلي. بحط لها طبعا خافي العيوب لون اورنج. ايوه ده لتحت العين. الحبوب اللي هو الاخضر شويه. طب ممكن تشرح لنا اللوك ده كان خد مني خد منك وقت قد ايه؟ اللوك ده جميل قوي بس الهايلايتر بقى باين قوي كمان هنا الشغل. كل دول يعني انا مش عايزه انزل قبل عشان ما يزعلوش يعني دول بعد بس. يعني بياخدوا معايا شغل كتير. طيب اخر سؤال تحبي تنصحي ايه البنات اللي لسه يعني داخلين في مجال الميك اب جديد ونفسهم يبقوا ميك اب ارتست؟ انصحهم اهم حاجه تكون بتحب المهنه نفسها. يعني لو بتحب الميك اب هتديله. لو بتحب الميك اب هتديله. بس يعني حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. ايوه صح كده. صح كده خلاص. احنا بنشكرك قوي يا شيماء نورتينا واللوك حلو قوي 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 بجد يعني انا ابقى كل مره جميله على اختيارك ليها. نوره قمر يا نوره. طيب بنشكركم جدا ان شفتوا اول فقره ويا رب تكون عجبتكم ويا رب تكون الميك اب ارتست شيماء يعني اديتكم نصايح كويسه للميك اب. يلا نروح فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مستمرين مع تيتا نوسا ومعانا خبيره التجميل ايمي خليل. ازيك يا ايمي؟ اهلا. عامله ايه؟ طبعا منورتنا موني. ازيك يا محمد؟ ايه يا موني؟ اتاخرت ليه؟ معلش. ماشي ازيك يا موني؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هنعمل النهارده يا موني مع ايمي. انا شايفه ان ايمي عامله حاجه ممتازه جدا بس احنا لسه ما فنشناش صح؟ طب هنكمل ايه بقى؟ يعني لسه هنحط الروج ولسه العين هتتظبط والوش برده البلاشر وكده. طب عايزين بقى نبدا نشوف هنعمل ايه. ماشي. ده ميك اب سوري ولا ميك اب هو المفروض فرح بس فرح؟ هي الموديل سمرا شويه فما ظبطناش قبل الميك اب الحقيقي. لا هو حلو قوي. انا شايف ان هو البيز متحضره يمشي اي حاجه يعني ممكن يمشي فرح وممكن يمشي خطوبه. تمام. عارفه هيبقى حاسب تالي روج. ايه يا مروه انت كلتي ولا يعني ينفع ميك اب عروس خطوبه او فرح؟ لان الميك اب دلوقتي بقى كله سيمبل بالظبط بس مش هينفع ميك اب جامعه غالبا. لا خالص ميك اب الجامعه حاجه ثانيه. طب انا عايز اعرف انت بدات ازاي دخلت ازاي انك مجال الميك اب عامه؟ هو الاول كان موهبه. كنت بعمل لاصحابي وقرايبي وكده. فحبيت ان انا اعمل بقى يعجبهم الشغل. فحبيت ان انا اعمل لوحدي.
فتحت بيوتي سنتر واشتغلت الحمد لله. اول واحده جربت تعملي عليها ميك اب تتميم، بس كان واحده صاحبتك كانت جارتي حلو، قالت لي بقى انت بتجربي فيا بقى والكلام، كانت خطوبتها وقالت لي اعمليه عجبها القمر. فكل الناس الحمد لله بقى يقولوا لي الناس اشادوا بقى باللي انت لازم بقى تشتغلي ميك اب وتشتغلي لازم تفتحي. فالحمد لله تمام. قد ايه؟ حوالي 8 سنين ما شاء الله، صغننه خالص. مجال برضه 8 سنين ده. خدتي كورسات؟ اخدت كورسات، اخدت من حوالي سنتين. لان كل لازم نتطور صح، ما ينفعش ان احنا نفضل بالميك اب من 8 سنين كل سنه كل سنه بالظبط. انا عايز اقول لك ان في ناس لحد النهارده بتحط بودره مائيه. لا طبعا في ناس فعلا، وفي ميك اب ارتست بيستخدموها كتير قوي. انا شفت بعيني ناس بتحط ميك اب البودره المائيه، ده بتزرق اصلا وش، بتعمل حفر، بتعمل حبوب تحت الجلد، بتسمر البشره، بتعمل نمش، بتعمل لها مشاكل كتير قوي. طب احنا عايزين بقى نشوف احنا عملنا ايه الاول، يعني اشرحي لنا كده احنا عملنا الاول ايه. انا بشتغل بالعين علشان لو في اي حاجه، يعني انت اول حاجه بتبداي فيها بالميك اب العين. بس الاول بعمل ترطيب، وبعد الترطيب برايمر. تمام طبعًا كل حاجه، كل بشره ليها الحاجه بتاعتها. طبعا لها حاجه معينه، البشره الدهنيه غير البشره الجافه غير البشره المختلطه. في ناس تحطي ايدك على بشرتهم تحمر بالظبط كده. الجميله اللي معانا البشره بتاعتها ايه؟ بشرتها مختلطه. مختلطه طب اعرف مين اصعب؟ دي اصعب بشره. المختلطه بتبقى الدهون من هنا ومن هنا وممكن من الحته دي. تمام. والباقي جاف. والدهنيه؟ الدهنيه كلها. والجفة بتبقى البشرة كلها جافة، بتقعد تقشر قوي. حتى قبل الشتاء انت لازم تهتمي ببشرتك. تبدأي قبلها بسكراب، بتعملي تنظيف بشرة. دايم مرتب يوميا. كل قد ايه السكراب ممكن تعمل مرة في مرة في الاسبوع او مرتين؟ عشان بس بيظبط البشرة. والمية برضو متهيألي المية ليها عامل كبير. مية ورد؟ لا نشرب ميه. لا حقيقة ميه الورد نشرب ميه حلو قوي للبشره. ميه الورد حلو قوي قوي للبشره. قطنه بس قطنه بس قطنه تنضفي البشره قبل الميك اب. العروسه معايا بتقعد بفضل اعمل لها تنظيف بشره حوالي شهر. تقدير قبل الفرح. بس تنظيف عادي مش تنظيف عادي. طب اسعارك غاليه بقى ولا ايه؟ لا والله ايه خالص بجد. لا كل مكان ليه اسعار. صح. بس طبعا لا انا مش بحب ان انا غالي، لان ظروف الناس والعرايس والعرسان بتبقى طبعا في باكجات برده والكلام ده كله. بتعملي ميك اب؟ هسالك سؤال. ايه اخطر حاجه بتضر البشره بس تشتغلي عليها؟ ميك اب بالنهار. ميك اب بالنهار؟ فاونديشن. فاونديشن بالنهار. انت تحطي كريم اساس او فاونديشن بالنهار ده في الشمس ممكن. طبعا الشمس ممكن ليها عامل كبير ان هي بيبهدل البشره. سان بلوك. في فاونديشن ايه رايك فيه ده؟ لا كويس بس برده مش يوميا، لان الميك اب يوميا ده بيبهدل الدنيا. طب انا لو بشرتي جافه اتعامل معاها ازاي؟ مرطبات وميه برضو صح، يعني نحاول على قد ما نقدر نشرب ميه، خصوصا احنا في فصل الشتاء. الميه ما حدش متهيألي بيشرب، يعني لو حد شرب كوبايتين ميه في اليوم كده يبقى تمام جدا. لازم نشرب ميه على قد ما نقدر. الدنيا عندك يا مروه عامله ايه؟ احنا بنعمل دلوقتي بسيطه مصوره. بص بقى احنا بنعمل انا هطبخ معاكي ده الصوص ده. شوفي بقى هنا احنا عاملين عظمه النهارده ولا ايه؟ عاملين عظمه. مكوناته معلقتين كاتشب ومعلقتين هوت صوص ومعلقه خل ومعلقتين صويا صوص ومعلقتين نشا. خل وصويا ونشا عشان يتقل شويه. حلو قوي. الخضار كده وهننزل بقى بالخضار. ما كانتش معانا. انا عايزه اعرف احنا عاملين ايه النهارده. انا عامله سويت اند ساور تشيكن وعامله اكل اسيوي. وعامله برجر زي كده. الاكل التشيكن ده ايه؟ ده اكله يعني اكله مصريه ولا صينيه؟ طب جايبين الشوك. عارفه الشوك اللي بياكلوا بيها؟ عامله خضار كتير. لا هو عايز المكرونه. تشوبستيك. طب ولا انت ايه ده؟ بس مدلعينا خالص يا خالص. يعني الاكل معانا النهارده كله اسيوي. اسيوي وصيني. وفي البرجر. والبرجر. البرجر. ماشي. طب نشوف بقى ايمي. ايه يا ايمي؟ والحلو احنا فين الحلو؟ ده الحواجه البسبوسه. ده انا هاخدها وامشي معاك. بصي انت مش انا عايزه اوري الناس مكتوب عليها ايه.
الله وريها للكاميرا كده. حلوه قوي. طب المقادير دلوقتي هتنزل لكم على الشاشه. المقادير بتاعت الاكل. مقادير بس مسهله. لا دي كمان مقادير ايه؟ مش اي حاجه بتنزل. دي بسبوسه. دي بسبوسه. بسبوسه ده في رمضان بقى كده كله كيكه يوسف. اه مقادير بسبوسه معايا. طريقه عمل البسبوسه. بس في بسبوسه بتبقى مثلا بنعملها مثلا بالسمنه. هي ايه؟ في ناس بتعمل بسبوسه بالسمنه البلدي، في ناس بتعمل بسبوسه عادي. في بسبوسه بتبقى يعني في انواع للبسبوسه، البسبوسه مش نوع واحد. ايوه مظبوط. يعني في بسبوسه محشيه وفي بسبوسه. لا هي المقادير عندكم في بسبوسه ما كنت عاملاها امبارح مكرمله. مكرمله فيها ايه؟ كراميل؟ لا طبعا انا مكرمله. اه مكرمله. اه بعمل كله على النار. خلينا مرة بتحب الحاجات دي. فيها اختراعات في البسبوسه. اه كلها بالمانجا بعملها والبسبوسه. بنعملها في بسبوسه بالقشطه وفي بسبوسه بنحط عليها مانجا برضه. وفي بسبوسه محشيه. في ناس بتعمل طبقتين بسبوسه تحشيه. اه بعدين ما حدش سالنا على مقادير البرجر خالص. انا مش جايباها من بره. اللحمه برجر معمول. اه ده حلو جدا. ايوه انا دي مهمه جدا بقى بالنسبه لنا في البرجر مثلا. بالذات يا مروه ان في ناس مثلا الاولاد اللي بيروحوا المدارس الصبح وكده بيبقوا محتاجين ان احنا نعمل لهم برجر، حاجات تبقى طبيعيه اكتر وانت بتبقي ضمناها في البيت. أيوة بالظبط. العيال بياكلوا بقى الاولاد. الاولاد انا صح عشان انا درست البرجر. انا بجيب اللحمه بحط 20% دهون. انا بيبقى عندي دهن مفرمه في المفرمه ومحينه. بحط معلقتين كاتشب، معلقه مستارده، ومعلقه تشيلي صوص، وملح وفلفل. كل ده على اللحمه. على اللحمه يعني. بس ما بحطش اي حاجه تاني، ولا بصل ولا بقسماط ولا بيض زي ما بيعملوا. لا نرجع بقى لإيمي. لإيمي. اه ايه يا إيمي خلصتي كده؟ خلاص. اه لسه كحله بس. إيمي انا عايزه اسالك على حاجه. في ناس عندها هالات تحت عينيها تبقى شديده قوي، ازاي اقدر ان انا اداري ده بالميك اب؟ اورنج من الكونتور، لون الاورنج من الكونتور. اه بيهدي. ما عندكيش كونتور ممكن تعملي من الاي شادو. ممكن احط باودر اي شادو وافتح المنطقه اللي تحت العين دي. تفتح عادي معايا؟ تفتح عادي، بس انت ممكن تحطي عليها نقطه برايمر او حاجه بس ادمجها. ادمجها. طيب هنحط الكحل وهنتفرج على شويه صور ليك كده وانت خلصت شغل مع على. هو ده الميك اب ده سواري ولا ويدنج؟ لا ينفع. ينفع فرح الاثنين. خطوبه ينفع. بس ما ينفعش ان هي تروح بالكليه الصبح. لا طبعا خالص. يا معاك ايه ما ينفعش. يا ريت البنات ما تحطش. طيب معانا شويه صور على الشاشه نشوفها كده دلوقتي. كتير قوي. دي عروسه. الله الخس خليها بس كده. ايه بس يا ايمي انت اللي عامله الميك اب ده؟ والله حلو قوي. هوريك الصور قبل وبعد كمان. طب عايزين نشوف يا محمد قبل وبعد. تقريبا موجود قبل وبعد. اه مش معايا قبل وبعد. مش موجود قبل وبعد. انا معايا. انا هوريها انا بقى. هنا هنا هنا. انت بعد مش مفيش قبل صح؟ لا لا. طب الميك اب اللي استخدم ده ميك اب ايه؟ طبعا حاجات ماتريال عاليه يعني. الماتريال نفسها بتبقى عاليه. لا انت ما بتستخدمش غير الميك اب الاوريجينال. طبعا. طب انا عايز اعرف اختار النوم بالميك اب. يعني لو بنت رجعت من فرح مثلا وما غسلتش وشها ونامت بالميك اب. غلط. البشره اولا الحاجات اللي احنا قلنا عليها تبقى مجهده جدا. طبعا. ويطلع لها الحاجات دي اول حاجه هتورم. من الميك اب. في ناس بتنام باللينس. ده مصيبه يعني. انا في عروسه تقول لي والله خطوبه جاي تجيب لها حاجه تقول لي انا بنت باللينس. طب الحمد لله انا ما سرحت. وممكن تسرح في عينيها اصلا من جوه. طبعا ممكن تبهدل الدنيا. ولو تعرضت لدرجه حراره ده مصيبه لوحدها. اظن الصوره ديت الميك اب اللي في الصوره دي تعبك قوي. لا ده مش سنتل خالص بجد والله. طب بالنسبه للعروسه بقى انت مثلا بتحطي لها درجه الروج على حسب طبيعه لونها. تمام. وعلى شكل شفايفها. هي بتاكل وبتشرب في الفرح والكلام ده كله، ازاي اقدر اثبت لون الروج ان هو بحيث ان هو ما يمسحش منها؟ في روج ثابت اصلا. اه وممكن كمان لو انت عايزه تثبتيه اكتر بنحط باودر وبنرجع نحط روج تاني. تمام. او بنحط روج مات مثلا. اه يفضل ثابت معاها طول الفرح.
ممكن اصلا الروج بيفضل بايت ايه الدهون مع الميك اب مع الحركه بتبقى البشره دهنيه لا من بتظبطيها الاول وطبعا بتبقى البشره الدهنيه بتبقى عايزه شغل بتشتغل على بشرتك قوي البشره الدهنيه بنشتغل عليها اكتر من البشره العاديه ترطيبات و... لا مش ترطيبات بننظف البشره بنطلع البذور بنطلع الدهون من البشره طبعا بتبقى منظفه البشره بس مش تنظيف عميق يعني في عروسه لو راحت نظفت في مركز بشرتها طبعا مش الميك اب مش هي حساسه شويه طب ليه مش تنظيف عميق مش هيثبت على وشها مهما عملتي مثبتات ما يثبتش لا لو تنظيف عميق لا ما يثبتش على وشها مهما عملت ميك انت عايزه تجربي الموضوع ده يا هو انا بعمل تنظيف عميق لا بس تلاقي الميك اب ممكن تقول والله عشان انا بعمل تنظيف عميق على طول دايما مش ظريفه على طول انت لو اهتميتي ببشرتك مش هتحتاجي تعملي تنظيف بشرتك طب في جلسات مثلا بنسمع مثلا في بنات بتعمل جلسات الفريكشن ليزر والديرما بين والحاجات اللي هي بنقدر ان احنا مثلا نحرك الدمويه فيها في وشنا الحاجات دي ممكن ان هي تضرنا يعني على المدى البعيد ممكن ان هي مثلا تاذي بشرتي يعني بتجهد البشره ولا دي حيويه نتفادى الحاجات دي ازاي هقول لك حاجه ما تكررهاش كتير كل حاجة لها حد معين كويسة تكرريها طبعا هتبوظ الدنيا يعني ان انا استخدمها كتير النصايح تقوليها او مش نصايح يعني انت تقولي ايه للجيتس اللي عندك اللي هم يعني الناس اللي بتيجي تعمل عندك بتاع عرايس او سواري او خطوبة او ايا كان تحبي تقول لهم ايه اول حاجه بحبهم قوي واهم حاجه طبعا ان هم بيجوا لي قبليها بفتره بيقولوا لي ان احنا عندنا فرح او عندنا مناسبه فانا بظبط معاهم انت محتاجه تنظيف بشره انت محتاجه تظبطي شعرك لما تبقى بشعرها محتاجه مثلا تروحي لدكتور تعالج الحبوب فاحنا بنظبط مع بعض الاول تبقى ستيب باي ستيب يعني مش معاها خطوه خطوه بحيث ان انا اوصل معاها لنتيجه مرضيه جدا وكده كده لازم بشوفها زيارتين في الاسبوع اشوف هي وصلت لايه علشان هي ممكن اصلا يعني انا مش عايزه هي تبقى يوم الفرح حلوه بس انا عايزاها تاني يوم الفرح تبقى حلوه بالظبط عشان لما تشيل الميك اب ما تمشي بقى فانا بقول لها والله ده حلو ليكي حتى لو بتعبك معايا في الجلسات عشان نظبط نورتينا جدا واحنا مبسوطين قوي ان احنا النهارده قعدنا معاكي ربنا يخليك يا رب لسه ربنا يخليك طبعا مع تيتا نوسه حبيبتي انت لسه قاعده معانا حبيبتي انا اتشرفت بيكوا والله في البرجر هو يعتبر كله تمام تمام هنروح فاصل ونرجع تاني بقى للبرجر رجعنا لكم بعد الفاصل مع البرجر والاكل الاسيوي والاكل الصيني ايه يا تيتا انت عامله لنا عظمه النهارده طبعا وبسبوسه تيتا نوسه طبعا دي بتاعت مروه بقى اللي عاملاها انت اللي عاملاها مروه عملتيها ازاي دي مروه صعبه جدا لا والله مش احد يعملها دي بص يا استاذ محمد يعني انتوا عمالين تطلبوا مني حاجات وانا ما تاخرتش تمام صح عايزه ايه بقى انا بقى ليه عندك طلب بقى اتفضلي عايزه اهني ايوه اهني اسلام عزب تمام لان هو اسلام عزب و مين احمد محمد عثمان عشان ابن كليه الشرطه دخل كليه الشرطه والتاني برضه بقى لنا واسطه خلاص هو طبعا هو المستشار محمد عثمان فربنا يكرمهم ويوفقهم وتحيه للفانز بتوعي كلهم وانا بحبكم كلهم ربنا يخليك وشكرا طبعا بنحيي استاذ اسلام من هنا من الجريء والجميله اسلام عزيهم وبنقول اسلام عزب قال العزب اسلام قال العزب مبروك دخولك كليه شرطه وان شاء الله توصل تبقى له قد الدنيا بنرحب بنجمه الميك اب ارتست وخبيره التجميل زهره اهلا وسهلا بحضرتك الحمد لله تمام استاذه هنا هنا عبد الرزق ايوه ازيك يا استاذه هنا اهلا وسهلا ازيك عملت لنا النهارده ازيك بخير والله خير الحمد لله عملت لنا النهارده مع اسراء ايه الحلاوه دي خطيبتك بقى لا لا عملنا اظن هي من غير ميك اب مش هتطلع كده خالص صح؟ لا هي عامله ميك اب بسيط خالص يعني مش عامله ميك اب صارخ ولا حاجه يعني ميك اب هادي جدا يعني لبناني ده ميك اب لبناني ايه الفرق بينه وبين المصري؟
لا مش مصري بقى، هو في ميك اب بيبقى سموكي شويه. كنتور، كنتور ايوه كنتورنج خفيف جدا. الميك اب هادي، الميك اب هادي سامبل، اي حاجه كريمي، كله شغل باودر. باودر ايوه، مغير الملامح ولا حاجه بس طاهر جمال الوش. بالظبط بالظبط، وهي كمان عشان ملامحها جميله ما شاء الله يعني، فحلت الميك اب. طيب هتعملين ازاي بقى؟ ناقص ايه اصلا؟ هو ناقص الروج وحاجات بسيطه بس، شويه هايلايت وحاجات كده بس. طيب قبل ما تقومي تكملي، عايزين نعرف انت بدات ازاي ميك اب؟ انا من حوالي دخلت ازاي مجال ميك اب ارتست؟ لا انا كنتش الاول ميك اب ارتست، انا كنت كوافيره عادي من حوالي 18 سنه، كان عندي 10 سنين، وكانت خالتي طبعا لها فضل عليا، هي اللي علمتني وانا حبيت المجال. وفضلت اشتغل على نفسي، وشويه اخذت كورسات وتعلمت الحمد لله، وسافرت قطر سنتين اشتغلت هناك ميك اب ارتست برضو الحمد لله، واشتغلت في الشعر، ورجعت مصر واللي وقف جنبي كان جوزي، ووقفني الحمد لله، وعندي بيوت سنتر كبير دلوقتي ما شاء الله. طب ايه اللي بيميز بقى الميك اب ارتست بقى؟ يعني في ميك اب ارتست كتير قوي، فايه بقى اللي ميزك خليكي توصلي لكل الحاجات دي في شغلك؟ هو مش الفكره كده بس، يعني هو انا شاطره في حاجات كتير مش في الميك اب بس، في الشعر وفي البشره وكل حاجه، وده اللي ميزني مش الميك اب بس. بتحبي شغلك يعني، بتحبي اللي بتعمليه؟ ايوه طبعا، ودايما بشتغل على نفسي برضو، بشوف ايه الجديد بالزبط. وبدخل كتير على اليوتيوب، وبتعامل كتير مع يوتيوبر مشهورين يعني. ايوه، وبتعلم برضو كل تركية جديده لازم اشوفها. بنجدد طبعا كل فتره في الميك اب، بحيث ان احنا ان شاء الله اكيد. طب احنا عايزين نعرف بقى عملنا ايه النهارده كده، قولي لنا. عملت لها ميك اب خفيف يناسب الجو اللي احنا فيه برضو، وبعدين الوقت برضو اخدني، ما لحقتش اعمل لان اتاخرت النهارده وانا جايه، فما لحقتش ان انا اديها كل اللي عندي. نكمل. ايه هو الليب لاينر لسه موضه؟ طيب بتحطي تحديد شفايف؟ هو ميزته بس ان هو بيعمل كونتورنج للشفايف. لو حد عايز يعمل فيلر او ينفخ او حاجه في الحاجات بقى الموضه الجديده دي، ممكن تكبريها بالروج او بال، هو بيبقى بس كتصوير يعني. الشفايف عامه كشكل، لكن لما تقربي منها هيبان بالروج. مروه طب انا فاهمه، عايزين نشوف اللوك زي كامل زي الفيلر او البودكس كده، تلاقي الشفايف منفوخه طبيعي. ايوه من الكورنر بقى بيشتغل. احنا عايزين نكمل وبعدين احنا بنتكلم. اكمل نكمل الميك اب عشان نشوف اللوك كامل. الموديل الجميله يا اسراء، بس اللانسز كمان حلو عليها قوي. انتوا جايين النهارده تعاكسوا الموديل ولا ايه؟ بالطبع. يا مروه بحبها. طب انا عايزه اسالك سؤال، احنا دلوقتي لو عندنا بشره مثلا حساسه جدا، ممكن نحط ايدينا كده على البشره العروسه مثلا تلاقيها وشها احمر جدا، بنقدر نتعامل؟ وشها مروه بيعلم بطريقه غبيه جدا، تمسكي كده او مثلا اي ميك اب اي حاجه تعلم في وشها. بتعامل ازاي بقى مع البشره دي؟ لان في اعراض كتير بيبقوا خايفين قوي، تقولك الميك اب هيجيب لي التهاب، هيحصل لي انفكشن معين، فانا اقدر ازاي ان انا اتعامل مع البشره الحساسه دي؟ بص، هو الاساسيات الميك اب اصلا ان انا نرطب البشره كويس، حتى لو دهنيه ارطبها عادي. نرطبها، بس في ترطيب معين للبشره الدهنيه وفي البشره الجافه، على حسب يعني، على حسب قوه بشرتها. تمام. في بقى في البشره الحساسه دي في ماتيريال معينه بنشتغل بيها، بيكون فونديشن ما يكونش فول كفر قوي، يبقى تقيل قوي على البشره، يقفل المسام معاها ويعمل لها التهابات والحاجات دي. لازم اتعامل معاها بطريقه خاصه. أيوة جدا. ايوه بالظبط بالظبط. يعني انا حصل موقف معايا عروسه قبل كده، وشها من الشمع مش من معلم او اتعور، ده هو الجلد اتشال وفرحها بكره. اتصرف ازاي بقى في حاجه زي كده؟ اتصرفنا ازاي بقى؟ احنا بعتنا الاول لدكتور، والدكتور دوت ظبط الدنيا معاها، انتبيوتيك بقى وكده لحد ما بشرتها تبدا تتظبط. بصراحه كان بيديها كورتيزون، كان مرهم كورتيزون وحقن وكل حاجه عشان خاطر ده في يوم واحد يظبط كل الحاجات اللي موجوده. طيب في سؤال سالني قبل ما اطلع الحلقه دي، بيقول لك هو فعلا ماسك الترمس بيشد البشره؟ ماسك الترمس، اي ماسكات طبيعيه عامه مفيده جدا للبشره، بترطب وتشد وتفتح. بتفضلي ماسكات طبيعيه عن طبعا والمفروض ان اي عروسه قبل اي فرح لازم تعمل كده، لازم تهتم ببشرتها، زيت الزيتون والحاجات الطبيعيه خالص بقى. كل حاجات طبيعيه، في ماتيريال زبادي وماسك الخيار يعني، الحاجات دي حقيقي افضل كتير من الحاجات الماتيريال الاغلى. طبعا بس هي بتاخد وقت، واحنا كشعب يعني ما بنحبش نستنى، عايزين حاجات بسرعه تفتح وتشيل هالات بسرعه. دي الحاجات اللي هي الطبيه بقى اللي احنا الكريمات. طب في بنات كتير بتسال، الناس اللي بتحط ميك اب
على طول يعني يعني رايحين الجامعه بيحطوا ميك اب يوميا بيقولوا مثلا احنا عايزين فاونديشن يكون طبي اقدر استخدمه يعني استخدمه ما ياثرش على بشرتي. ففي فعلا فاونديشن ان انا استخدمه يحميني من الشمس وفي نفس الوقت يكون طبي ما ياثرش على بشرتي. فانا انا استخدمت فاونديشن مثلا كفر بتاعه عالي لو كل يوم بشرتي هتتدمر. ما هو على حسب الفونديشن اللي انت بتستخدميه. لو الماركه بتاعته لو هو اوريجينال فعلا بيحافظ على البشره وكمان مع الترطيب ومع لا في فونديشن طبي اقدر ان انا استخدمه ميك اب عامه كل يوم يعني لا ما عنديش خلفيه عن الموضوع ده. لا طيب يا جماعه احنا عايزين نجيب الكاميرا كده ما فيش الكلام ده. انت كده كده اصلا هي البشره طبيعتها فيها مسام مفتوحه وانت اي فونديشن بتحطيه ايوه كده خلصت خلاص اه كده خلاص. طب عايزين بقى الكاميرا تجيب شكل الموديل بعد ما هنا خلاص عملت الميك اب. ده ميك اب ايه هنا؟ ده ميك اب لبناني هادي كده. لبناني هادي يعني ينفع ينفع خطوبه وينفع تخرج بيه الصبح؟ لا لا صح ممكن تخرج الصبح بس نشيل الروج او نخليه حاجه اهدى شويه ولا البيز نفسها تقيله ما تنفعش الصبح. لا هو الصبح عامه المفروض بنعمل حاجه بس بنعمل بيها كوركتور وحاجات بس للبشره. انت عارفه في دلوقتي النو ميك اب ده اللي هو تبقى حاطه كل حاجه كانها مش حاطه هو ده اللي ينفع يستخدمه الصبح. ده بيبقى ايه بقى بيحطوا ايه؟ بص هو بيبقى عباره عن ان انت عامله كوركت كامل للبشره للهالات الحبوب الحاجات دي كل الديفوهات بتداري كل الديفوهات وبعدين بتحطي كفر واحد خفيف مش اللي هو كذا طبقه عشان ما تشققش منك. طيب هنا اخر حاجه تقوليها للكلاينت بتوعك ايه؟ يا ريت والله كل العرايس وكل الناس قبل الفرح يهتموا ببشرتهم قبلها بست شهور ومش من شهرين واقول لا ده انا ازاي. طب يعملوا ايه؟ يشربوا مثلا ميه كتير يعني لهم شويه نصايح. بصي هو عامه النصيحه الاول ان هم يمشوا مع دكتوره جلديه تكون كويسه تحافظ تشيل لهم كل الحبوب والحاجات اللي في البشره ديت ايوه مع بقى استخدام الماسكات الطبيعيه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه والحاجات دي. انا مشكورك جدا ويا رب تمرك التوفيق وتبقى احسن ميك اب. نورتينا هنا نورتينا. نعم ايه الحلاوه دي حبيبتي؟ كنت عايزه طلب صغير معلش عايزك تكتب عزاء عن عمي الله يرحمه بقاله 3 ايام متوفي وربنا يرحمه. كنت عايزه كل الناس اللي بتتفرج على الحلقه اي يدعوا له بالرحمه ربنا يرحمه امين يا رب حبيبتي. انا بشكركم جدا يا رب تكون النهارده الحلقه استفدتوا منها. كان عندنا ميك اب ارتست كتير متنوعين كل واحده اتكلمت على البشره وعن التجميل وعن الشعر. بنشكركم جدا واستنونا الثلاث الجاي الساعه 7 في نفس الميعاد. الجريء والجميله. باي باي.